السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد السلام صالح وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة عالمكم. في فيديو اليوم يا أصدقائي رح نتعلم كيف نصمم مخطط هيكلي على برنامج باوربوينت. وقبل ما نبدأ بفيديو اليوم لا تنسوا تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شيء جديد. وطبعا يا أصدقائي يوجد العديد والكثير من قوالب الباوربوينت الاحترافية والمتميزة على موقع عالمكم، رابط الموقع رح يكون بوصف هذا الفيديو. وأيضا يوجد العديد من الكورسات الاحترافية على موقع عالمكم، للانضمام رابط الموقع رح يكون بوصف هذا الفيديو. في البداية أصدقائي رح نقوم بالنقر باليمين في وسط الشريحة، ومن تنسيق الخلفية تعبئة متدرجة من لونين. اللون الأول رح نختاره باللون الأبيض، واللون الثاني رح نختاره بأغمق شوي، وبعدين من الاتجاه رح نختاره اتجاه مائل من اليمين الى اليسار. بعدين رح نتوجه الى قائمة ادراج، ومن اشكال رح نختار دائرة، ورح نضغط على الشيفت ورح نرسم دائرة صغيرة بهذا المكان، ومن محاذاة الى الوسط رح نرفعها لفوق شوي، ورح نحطها بدون تعبئة. والاطار رح نختاره، ومن شرط رح نختاره شرط، ورح نختاره بهذا اللون. هذا الإطار رح نقوم بتكراره بالضغط على Ctrl وسحبه أو Ctrl D، ونطابق الدائرتين فوق بعض. هاي الدائرة الجديدة رح توجه إلى إطار، ومن شرط رح نحطها خط مستقيم. رح نزود الستروك شوي أو السماكة شوي، ورح نحطها بهذا اللون، ورح نحطها باللون الأصفر. رح نقرب عليها بالضغط على Ctrl مع الماوس، ورح ننقر على حواف الدائرة باليمين، ومن تحرير النقاط رح نجي على النقطة الموجودة بهذا المكان ننقر عليه باليمين ونعطيها فتح مسار. بعدين رح ننقر عليه مرة ثانية، حذف نقطة وحذف نقطة لحتى يطلع معنا قوس بهذا الشكل. هاي الدائرة المشخطة رح نقوم بتكرارها بالضغط على Ctrl D، ونطابق الدائرتين ونصغر الدائرة الجديدة، ومن تنسيق الشكل إطار من شرط رح نعطيها خط مستقيم، ورح نرجع على إطار ورح نخفف السماكة شوي. رح توجه مرة تانية إلى قائمة إدراج، ومن أشكال رح أختار مثلث، ورح أقوم برسم مثلث بهذا المكان. رح أعطي استدارة 180 درجة، ومن محاذاة رح أعطيه محاذاة إلى الوسط أبعد شوي، ورح أحطه بدون إطار، والتعبئة رح أختارها باللون الأصفر. أنا في شريحة مستقلة قمت بوضع أيقونات، وقمت بوضع نص افتراضي. راح أحدد النص، وراح أحدد أول أيقونة، وراح أنسخهم Ctrl C، وراح أرجع على الشريحة اللي أنا عم برسم عليها وراح أسوي لهم Ctrl V. راح أحط الأيقونة بهذا المكان، والنص راح أحطه تحت الشكل، والعنوان راح أحطه باللون الأصفر. بعدين راح أحدد كل هدول الأشكال وأنقر عليهم باليمين، وراح أعطيهم تجميع، ومن ترتيب محاذاة إلى الوسط راح أكررهم بالضغط على Ctrl وسحبهم، وراح أسحبهم لهذا المكان. راح أكررهم بهذا الشكل. راح أحدد لثلاث أشكال وراح أنقر عليهم باليمين، وراح أعطيهم تجميع، ومن ترتيب محاذاة إلى الوسط راح أفك التجميع. وأنا لسه محدد هنا ثلاث أشكال من ترتيب محاذاة توزيع أفقي، بحيث انه تكون المساحة هاي نفس المساحة هاي. هلا راح اقوم بتغيير الالوان. خلينا في البداية نفك التجميع عن الاشكال. راح احدد هدول الاقواس، ومن تنسيق الشكل اطار راح اعطيها باللون الازرق. راح اقوم بحذف هاي الايقونات، وراح اجيب ايقونة الشاب وراح احطها بهذا المكان. راح أحدد المثلثات وراح أعطيهم تعبئة باللون الأزرق. راح أحدد هلا وأغير لون العنوان، راح أحدد هلا كل الأشكال وراح أنقر عليهم باليمين، وكله راح أعطيهم تجميع وأقوم بتصغيرهم شوي. بعدين من ترتيب محاذاة إلى الوسط،
وبفك التجميع عنهم، بحدد هذا الشكل، بقوم بتكراره للأسفل. وبكرره 4 مرات. بعدين بحدد الأربع أشكال، ومن ترتيب محاذاة توزيع أفقي بعطيهم أول شيء تجميع، ومن محاذاة محاذاة إلى الوسط، وهلأ فك التجميع عنهم. خلينا نغير الألوان إلى اللون الزهري، ونغير الأيقونة، رح أحدد المثلثات وأعطيهم تعبئة باللون الزهري. وهلأ رح أقوم بتغيير لون العنوان، هلا أصدقائي مثل ما أنكم شايفين معي إنه هن كبار شوي، بس رح أقوم بتحديدهم وأعطيهم تجميع، ورح أقوم بتصغيرهم شوي كمان، ومن ترتيب محاذاة محاذاة إلى الوسط رح أرفعهم لفوق شوي. هلا رح أعطيهم فك التجميع، رح أحدد هدول الأشكال وأعطيهم تجميع، وهدول الأشكال كمان رح أحددهم ورح أعطيهم تجميع. أول شي بوازن محل هدول الأشكال، وبعدين بصير بحددهم، ومن ترتيب محاذاة توزيع عمودي. هلا بفك عنهم التجميع، رح توجه إلى قائمة إدراج، ومن أشكال رح أختار خط مستقيم، رح أرسم خط مستقيم صغير بهذا المكان، رح أحدد هذا الإطار، ومن الشريط الرئيسي نسخ التنسيق على هاد، ولكن أنا رح أقوم بالتعديل عليه شوي، مثلا رح نخفف السماكة، ورح نصغر الشرط، ورح أقوم بتكراره لهذا المكان. راح أتوجه إلى إدراج مرة تانية، وراح أجيب نفس الشكل وأقوم برسمه عرضيا، ومن نسخ التنسيق راح أقوم بنسخ نفس التنسيق هذا الشكل، بس راح طوله شوي. هلأ راح أتوجه إلى قائمة إدراج، ومن أشكال راح أختار معين، وراح أرسم معين بهذا المكان، رح حطه باللون الأبيض، والإطار رح حطه بنفس لون هذا الخط، رح أقوم بتكراره لهذا المكان، رح أقوم كمان بتكراره على هي الزاوية. رح أحدد هدول الأشكال ما عدا الشكل المعين، رح أقوم بتكراره للأسفل، هلا أصدقائي رح توجه مرة تانية إلى قائمة إدراج، ومن أشكال رح أختار دائرة، ورح أرسم دائرة صغيرة بهذا المكان، رح توجه إلى المعين، ومن نسخ التنسيق على الدائرة، خلينا نكبرها بس شوي ونحطها بهذا المكان، رح أقوم بتكرار على هاي الزاوية، وعند هاي الزاوية، وعند الزاوية الأخيرة. بهذا الشكل رح نحذف الألوان. ولهون يا أصدقائي بيكون خلصنا فيديو اليوم. كان معكم عبد السلام صالح من قناة عالمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.